كام يوم ونروح سلام
تبع الجبين تشوف العين وترى. أنا سألت بشكاتي بالسجن حبيبي فاضل له كام كام يومي والنار سندت سيه من يمينه والتفت قال لي إن من كتب على الجبين تشوف العين وترى. أغرب قضية رأيتها ما رأيك يا قاضي تجاه في امرأة تزوجتها هي أمي وأنا ولدتها حكاية في الزمن الماضي المتهم ابن القاضي قال له حدث عن نفسي واللي بتحكم بجرابي قالت ولد وحيد عيلة إن معاهم بالكيلة عشر أطباء يعلموني لو قلت أه بس في ليلة الكل كان بيدلعني أصرف محدش يمنعني كتر الفلوس من غير حارس على الفساد بيشجعني الأب مشغول مشتري واللي انكتب في الغيب جاري الابن داير على كيفه والأم تسكت وتداري طلعت في المدرسة خايف ماليش من التعليم نايف باكل في قدة محلولة واصرف من المال السايف صاحبت أصبع بتشبهني جاهل محدش وجهني لا أمي كانت بتحاسي ولا أبي فاضي نبهني وصاحبت أصحى بتشبهني جاهل محدش وجهني لا أمي كانت بتحاسي ولا أبي فاضي نبهني وبساعة سودة في ليلة حمرة والشلة والليل والخمرة لعب الشيطان بينا يا قاضي عالخط في دبرنا وأمرة واللي الشيطان قال نخطفى صبية ما ننساش أو صفى مصرية ضحت بحياتها دفعت وماتت بشرفها الجهل والقرش عموني وفي شر أعمالي رموني وعشان وحيد أمي وأبويا بسبب دلحهم ظلموني واديني واقف قدامك ابنك يا قاضي خدامك بالعدل منك والواجب مستني تصدر أحكامك واديني واقف قدامك ابنك يا قاضي وخدامك بالعدل منك والوالي مستني تصدر احكامك القاضي كان راجل عادل اتنحى من غير ما يجادل وقال يا ابني من الواجب ان الاماكن تتبادل الحق عندي انا بايدي كانت على ابني وحيدي لو كنت احسن تربيته كان يجرأ ايه بس يا سيدي ما سألوه اللي تربه رب الولد وحسن ادبه اما الاجل ده في ايد ربك هو اللي كتبه يا علمه ما سألوه اللي تربه رب الولد وحسن